هدول المطراوية. وعلى فكرة عرفت كل مشاكلكم عندي سهلة احلها كلها. انت هتيرا مش كان نفسك تتعلم الهدول الانجليزي؟ احدى المطراوية هنعلمها. وانت يا ام ايه مش كان نفسك طول عمرك تجيلي مكنة خياطة؟ المطراوية هيجيبوا لك مكنة وياخدوا لك مشروع. وانت يا ام دودو مش كان نفسك دودو يدخل محو الامية ويتعلم؟ هنعلمهولك. وكان نفسي تظبط اخوه يروح كمان برامج الاطفال عشان ما يطلعش زي اخوه. كمان هنعلمهولك. هجيبلك صبيا وخار. شكرا ليكم.